إطالة السجود للدعاء في الركعة الأخيرة لا غير صحيح. هذا غير صحيح، تكلمنا فيه مرة، غير صحيح. بل يجب عليه أن يتابع الإمام، ولا يجوز له أن يطيل السجود بحجة أنه قبل مفارقة الصلاة، هذا غير صحيح. الأصل إنما جعل الإمام ليتم به، إذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا، وإذا رفع فارفعوا. يتابع الإمام، ما يطيل في السجود بحجة، ولا الإمام له أن يطيل في السجود، يعني يفرق بين الركعات أو بين السجدات، السجدة الأخيرة أطول، السجدة الثالثة أطول، ما يجوز. يلتزم بطريقة واحدة في سجوده، والله أعلم.